من جديد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. اليوم 17/2/2024، طبعا اليوم هو اليوم العالمي للبقوليات. يمكن البقوليات هي من اكثر الاغذيه اللي مفيده للصحه. يمكن في اشخاص بيقولوا والله انا البقوليات يمكن تعمل لي نفخه او غيرها من المواد. يعني حتى نحكي اكثر عن اهميه البقوليات، كيف ممكن نحن ندخلها ضمن برنامجنا الغذائي، رح نرحب اليوم بمشوارنا الصباحي بالدكتوره نوره جمال. صباح الخير. صباحك اهلا وسهلا. يسعدنا صباحك وكل عام وانت بخير. بدايه انت بالف خير يا رب. هلا موضوعنا موضوع البقوليات، يعني هو دائما بنسمع عنها يعني انه هي مفيده للصحه وبتفيد وبتقوي خلينا ندخل هيك بالاعماق نحن شو فوائد البقوليه. هي مصدر اساسي للبروتين النباتي بالاضافه لغناها بالفيتامينات مثل مجموعه فيتامينات بي ووجود حمض الفوليك بالاضافه لغناها بالعناصر المعدنيه مثل الحديد والبوتاسيوم، فكلها بتعمل دور غذائي جيد للجسم. كمان هي مثلا انه خاليه من الكوليسترول، خاليه من الجلوتين للاشخاص اللي بيعانوا من حساسيه الجلوتين، فكمان ممكن يكون يعني نتبعها بشكل اساسي بنظامنا الغذائي. حلو. هلا بدنا نحكي عن اهم انواع البقوليات عندنا هون بالساحل السوري دكتوره. هلا اجمالا اهم انواع البقوليات حول العالم هي مثلا الفاصوليا، العدس، الفول، الحمص، اللوبيا. نحن عندنا بشكل اساسي العدس بيتم انتاجه بشكل كبير، وسوريا تعتبر المركز الاول بالوطن العربي من ناحيه انتاج العدس بالاضافه لانتاجنا من الحمص والفول. المحافظات الاساسيه بتركز فيها الانتاج البقوليات هي حلب، بعدين حسكه، درعا، بالاضافه لادلب وحما. حلو. العدس يعني مشهورين نحن خاصه بالشتويه، منشان يعني هي الاكله الشتويه اللي دائما اول ما ينزل المطر مباشره بيسوى. طيب نحن كسوريا مشهورين باللي حضرتك ذكرتيه، لكن في بلدان كثيره بتتميز بنوع معين من البقوليات. فينا نذكر مثلا اهم البلدان اللي بتتميز بنوع معين؟ تمام. هلا مثلا مثل فول الصويا شهير، المصدر الاساسي له شرق اسيا مثلا. الفاصوليا بامريكا اللاتينيه. نحن عندنا مثل ما تفضلت حضرتك العدس هو يعني المشهورين فيه، ويعني بنتناوله بشكل اساسي كوجبات غذائيه سواء من ناحيه شوربه او مثلا برغل بعدس او رز بعدس. يعني بيتم دمجه مع انواع اخرى من الحبوب، وهذا الموضوع بيفيدنا من ناحيه التغذويه وقت عم ندمج الحبوب مع البقوليات، لانه البقوليات على الرغم من غناها الكبير بالبروتينات الا انه بتفتقر لبعض الاحماض الامينيه الاساسيه اللي بيكملها وجود الحبوب مع مثل الرز او القمح. كثير مهم هذا الموضوع. كنت عم بحكي بالبدايه انه في كثير اشخاص بيقولوا والله انا يمكن البقوليات بتعمل لي نفخه مثلا، خاصه لما بعمل الحبوبيه كمان نحن بتكون عندنا ضمن الاكلات الشتويه. خليني اقول كيف انا ممكن احقق الاستفاده المثلى من البقوليات بغض النظر عن الاثار الجانبيه. خليني اقول دكتوره، هلا اهم خطوه بموضوع انه نتخلص من بعض المواد المزعجه مثلا بحاله البقوليات مثل حمض الفايتك او اللكتين او مثل ما تفضلتي وجود بعض الألياف القابلة للتخمر بالأمعاء. تمام. ونشاط البكتيريا النافعة الموجودة ضمن الأمعاء بيؤدي لإنتاج الغازات، فمشان هيك بتسبب إزعاج إجمالاً. صحيح. تناول البقوليات. هلأ أهم الخطوات ممكن نتبعها لحتى نخفف من هذا الأثر هو نقع البقوليات وغسلها. حلو. فبيتم التخلص من جزء من هاي المواد، كمان طهيها بشكل جيد كمان بتخفف من هذا الموضوع. هلأ مثلا حتى الفاصوليا، عفوا يزن، حتى الفاصوليا الأحيان أشخاص بيأكلوا بيقولوا بتعملني حرقة بالمعدة مثلا، هذا يمكن ناتج عن الفاصوليا يمكن عن رب البندورة اللي نحن بنطبخ هو فيه. الكتلة كلها يعني الطبخة كلها يعني أنه فيها مواد بتهيج المعدة. صحيح. مشان هيك كيف ممكن نحن نخفف من اثاره؟ هلا نحن يمكن الاشخاص بينتجهوا للكمون، يمكن بيحطوا شويه كمون مع هيدي الطبخه، يمكن شو رايك دكتوره؟ هلا يعني انه نتخلص بالمره من اثار الجانبي صعب، بس كمان بالمقابل هي عم تفيدنا بنواحي كثيره، فممكن الواحد يغض البصر عن موضوع الضرر الجانبي. تمام. طيب دكتوره كيف ممكن نحن فعلا نستفاد بشكل كامل من البقوليات؟ يعني كثير بنسمع انه مثلا ممكن في نوع معين بيفقد فائدته الغذائيه بسبب كذا، نحن شو البقوليات، شو التاثيرات اللي ممكن فعلا تفقد فائدتها؟
هلا البقوليات حاويه على حمض الفايتك، هذا الحمض بيقدر يمسك العناصر المعدنيه، فمثل ما حكينا انه الغسل، النقع، التخلص من الماء اللي غسلنا فيه ونقعنا فيه حلو. بتساهم انه نخفض من هذا المنتج. كمان شغله ثانيه، مثلا شوربة العدس اللي حكينا تمام. فيها قبل، انه مثلا اضافة منضيف عصرة حامض صحيح. وجود فيتامين سي بيسهل انه يزيد امتصاص بعض العناصر المعدنية واهم الحديد اثناء يعني تناول الوجبة الغذائية، فهذا بيساهم انه بنرفع القيمة الغذائية للوجبة المتناولة يعني. كثير حلو. هلا نحن عم نحكي عن اشخاص كبار بالعمر يعني ضمن العمر الطبيعي، ولكن في الاطفال كيف انا ممكن اعطيهم البقوليات؟ في عمر معين لحتى بلش دخله البقوليات؟ اجمال من ناحيه التغذويه يعني بفضل انه اول شيء نبلش بجرعات قليله تقريبا يعني بعد السنه، لانه مثل ما حكينا انه هي احيانا بتسبب عسر هضم، احيانا بتسبب مشكله غازات ومغص، فالاطفال يعني بدنا نبلش وجبات قليله بتكون مقشوره اول شيء ومهروسه، وبعد عمر السنه يعني نبلش فيها بالتدريج مشان كمان ما تعملهم مشاكل. شغله ثانيه لازم نتاكد منها قبل انه ما نعطي هذا النوع من البقوليات، مثلا مثل الفول سمعانين اكيد بالتفويل انه بيتحسس الوقت او ممكن يعني لا سمح الله يصير في مشاكل خطيره من وراء تناول هذا النوع من البقوليات، فخاصة إذا كان في مشكلة تفويل بالعائلة فيجب فحص عينة دم للطفل قبل ما نعطيه هي المادة الغذائية، لأنه بيكون عنده نقص بأنزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفات هيدروجيناز، هذا بسبب انحلال لكريات الدم الحمراء، وإذا ما تلحق الطفل ممكن يتعرض للوفاة لا سمح الله. نحن عم نحكي عن الفول والبازيلا، يمكن هلا وقتهم بالشهر هو مشان هيك بخوفوا، عرفتي انه احيانا بيعطوهم للولد انه ليتسلى فيهم. يعني ممكن احد الوالدين يكون مصاب بالتفويل فيكون عندهم فكره مسبقه، ممكن اقارب بعيده بس انه بكون الصفه الوراثيه موجوده. هلا هون بس السؤال انه في حال هذا الشخص كان عامل تحليل او اي شيء ممكن يوصلوا انه لا انه هذا الشخص ما بيتعرض للتفويل، ما في عامل وراثي، انه زياده اكل هيدي قلل ما بيأثر كثير منيح وممتاز مشان نطمن يعني هون السؤال. انا بحب الميلانه فانت متخيله يعني تماما البسنا نطمن انه ما بصير معنا تفويل وخلص خلص عدينا مرحله هون دكتوره يعني بدنا نسال يعني دائما بنشوف بموضوع الاكل انه مثلا في ماده معينه او في بروتين معين بحال نحن زاد عن حده فهو ممكن ينعكس ضدنا، فهل البقوليات ايضا ممكن تسبب هاي القصه؟ البقوليات في انواع من البقوليات مثل الفاصوليا الحمراء غنيه ببروتين اسمه اللكتين، هذا البروتين بيسبب اذيه للجهاز الهضمي خاصه اذا تم تناول الفاصوليا بشكل ني، فعمليات الطهي اجمالا عم تخفض لي من تاثير السلبي لهذا المواد، بالاضافه انه الواحد يعني تلقائيا بصير وقت بيعرف حاله انه مثلا بيتضايق او بصير معه حالات مثل الاسهال او كذا حساسيه بالجهاز الهضمي، فهو لحاله بصير بخفف من هذا النوع من البقوليات يعني. كثير حلو. هلا اذا ننتقل على موضوع ثاني، هو شروط زراعه هذه البقوليات هون بالساحل السوري، كيف ممكن انا اتعامل مع هذا الموضوع دكتوره؟ هلا بدنا نفرق بموضوع البقوليات انه مثلا الفول غير الحمص غير العدس، هلا مثلا عندنا الفول مثلا جزر وتدين، فمثلا اذا بدنا يعني بدنا نكون حاسبين حساب انه مثلا ما فيني ازرع فول بقصيص على الشرفه يعني اكيد بدي يكون حاسب حساب انه هذا الجزر الوتدي يقدر يمتد بالتربه لمسافه معينه مشان يقدر النبات يحصل على الغذاء الكافي. مثلا بحالة الساحل السوري مثلا ممكن يتم بدء الزراعة من 15 ايلول لتشرين الاول، مثلا نحن بنعتبر منطقة دافئة بسوريا، اما مثلا المناطق المعتدلة بيتأخروا لتشرين الاول تشرين الثاني. بننتبه للعمليات الأساسية من الزراعة، مثلا بتتم الزراعة اما نسر على سطح التربة او انه بحفر على خطوط او سطور للحبوب، وبعدين بيتم عملية الانبات وثم الازهار والثمار والنضج بشكل اساسي والحصاد. كثير حلو. يمكن هذا المشروع الاول لكل حدا فينا هو زراعه حبه على القطن. تماما على القطن. هذا كيف كان ممكن نحن نطوره لهذا المشروع دكتوره؟ على القطن صعب من البدايه يعني. لانه هذا اول مشروع لنا كلنا يعني. اكيد. هلا ممكن بعد ما نعمل عمليه الانبات على القطن ممكن تنقل البذور اللي نبتت للتربه يعني ما بتاثر يعني ما بعيق بس اكيد ما راح تكمل حياتها على القطن يعني. هون عم نحكي عن زراعه او بدايه مشروع بقوليات، ممكن مشروع منزلي صغير بفيد بالعائده
البيت يعني. لكن اذا طيب نحن ممكن انتجنا كميه منيحه وما بدنا نبيعها، بدنا نحفظها، بدنا نتركها شهرين ثلاثه لقدام، كيف بتتم عمليه حفظ البقوليات من دون ما نسبب ايذاء لنا وللبقوليات نفسها؟ تمام. هلا الاسهل مثلا نحن بحالتنا التجفيف، ممكن طبعا. التجميد وممكن التعليب، يعني هي الطرق الاساسيه. التجفيف انه لازم نكون مخفضين نسبه رطوبه البقوليات لحدود ال 14% وما دون طبعا. لانه كل ما ارتفعت نسبه الرطوبه كل ما هيئت انه بتنخفض مده الحفظ، ومثلا اذا كانت رطوبتها بحدود ال 18% فمثلا الحفظ ما راح يتجاوز عندي الاربع اسابيع. بالمقابل اذا انخفضت الرطوبه لل 15% ممكن يتم الحفظ لمده 6 شهور، هي بحاله التجفيف. كمان ممكن التجميد بعد معامله حراريه بسيطه مشان ايقاف عمل الانزيمات، وكمان التعليب اما بمحاليه سكريه او ملحيه. هلا يمكن الفول والبازلاء هنن اكثر شيء نحن بنجمدهم بنفردهم لمونه. هلا في كثير اشخاص بيتجهوا لاتجاهين، خاصه ما في كهرباء هلا، مثلا البازلاء احيانا بينقعوا بمحلول ملحي، خليني اقول هيدا الطريقة صحيحة ولا التجميد أفضل طريقة حفظ البقوليات؟ لا هلا الاثنين فعالين. إذا عندك تجميد قادرة تحافظي على درجات حرارة منخفضة كل فترة التجميد فهي يعني من طرق الحفظ. إذا ما قادرين ما في إمكانية فالحفظ بمحاليل ملحية أو سكرية. طبعا تركيز المحلول الملحي كتير مهم، كتير مهم، لأن إذا انخفض تركيز المحلول الملحي رح تبلش تفسد عندي يعني الخضار المحفوظة فيه. بالعادة بيكون تركيز المحلول الملحي بحدود 16%، المحلول السكري بحدود 26%. حلو كتير. بالنسبة للمواد المعلبة من البقوليات في يعني كغذائية قيم غذائية بتكون موجودة نفسها هلا إجمالا عمليات الحفظ بسبب انخفاض لبعض العناصر الغذائية، بس إنه الانخفاض بيكون محدود. يعني مثلا بحالة إذا عم نحكي مثلا فيتامينات حساسة لعمليات الحفظ فغالبا بيتم انخفاضها. كمان عمليات السلق أو المعاملة الحرارية اللي بتتم على البقوليات كمان بتخفض شوي من القيمة الغذائية، بس إنه ما بتختفي أكيد القيمة الغذائية، بتضل بتحافظ على نسبة كبيرة منها. هلا هون السؤال اللي خطر لي، يمكن كثير أشخاص مثلا الحمص مثلا بدهم يسلقوه قبل مية هيدا، أو حتى العدس أحيانا بيتجهوا لبيكربونات مثلا بيحطوها بقلب السلق منشان تسريع عملية الاستواء، هي بتخفف تأذي البيكربونات ولا شو دكتورة؟ هلا بدنا ننتبه يعني اذا كان استخدامها بكميه قليله فممكن يعدي الموضوع، اما اذا كان استخدام كميات كبيره فانه البيكربونات بالاصل ماده قلويه بترفع لي بقش المي اللي انا عم اغلي فيه، فمش هي وبتعطيني طعم مر لاذع، يعني انه بيستمر هذا الطعم المر ممكن يضل بضمن الماده الغذائيه اللي انا عم اتناولها. دكتوره طيب اذا بدنا نحكي عن القيم الغذائيه بشكل عام عامه للبقوليات، شو بتحوي على البروتينات؟ شو بتحوي على فيتامينات؟ اذا فينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا البروتينات انها هي مصدر اساسي للبروتين النباتي، مثلا بتحتوي البقوليات على ضعف نسبه البروتين الموجوده بالقمح، 3 أضعاف نسبه البروتين عن الموجوده بالارز، بتحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه، هي فقيره ببعضها بس مثلا مثل الميثيونين والتريبتوفان، بتحتوي على الفيتامينات حمض الفوليك، مجموعه فيتامينات، جزء من مجموعه فيتامينات ب عناصر معدنيه مثل الحديد، بوتاسيوم، منخفضه المحتوى من الصوديوم، هيدا بفيد مثلا موضوع مرضى الضغط، فلهيك انه تدعم النظام الغذائي اللي عم يتبعه الانسان. حلو كثير. هلا حكينا عن مجموعه من البقوليات موجوده يمكن بالخارج، نحن هون ما كثير فينا نزرعها. الفول الصويا ممكن زراعته بالساحل السوري دكتوره؟ هلا ممكن زراعته بس بدها تكون الزراعه مرويه. هلا نحن غالبا البقوليات اللي عم يتم زراعتها عنا هي زراعه بعليه، عم نعتمد على الامطار النازله، اما بحاله فول الصويا فحتما الزراعه مرويه. تم زراعته بحمص والغاب، وكمان حتى في محاولات للزراعه ضمن محافظة اللاذقية. حلو. الشروط بس فقط انه تكون مروية، درجة حرارة معينة، التربة شو نوعها لازم يكون دكتورة؟ هلا اجمالا التربة لازم تكون مسامية جيدة التهوية، البقوليات اجمالا لها قدرة على تثبيت الازوت من الجو، وبالتالي انه حاجتها من الاسمدة النيتروجينية بتكون منخفضة. بدها تكون ساعات الإضاءة، يعني في كل نوع من المحاصيل له ساعات إضاءة أو درجات حرارة لازم يتعرض لها مشان يتم عمليات الإنضاج والإزهار. دكتورة وصحيا
خلينا نحكي يعني مثلا شو ممكن تاثر على صحتنا مثلا على العظام على مثلا على القلب على شو الاشياء اللي ممكن تاثر صحيا علينا بشكل ايجابي؟ طبعا هلا بنعرف انه احنا البروتين بشكل اساسي لبناء العضلات الشعر الجلد كله بروتين، الهيموغلوبين الدم الوحده الاساسيه له هي بروتين، فكلها بتدعم بناء الجسم، بالاضافه انه مثلا حمض الفوليك انخفاضه بيسبب ازيات عصبيه، مجموعه فيتامينات بي كمان نحتاجها نحن بشكل يومي فلازم انه نحصل عليها من المصادر الطبيعيه، طبعا بفضل اكيد المصادر الطبيعيه عن الكبسولات او المكملات صحيح. الغذائيه بناحية التغذية كنظام غذائي لمدى الحياة. كثير حلو. هلا السؤال انه حضرتك حكيتي انه من الطرق لتخفيف الاثار الجانبية للبقوليات هو نقعة او غسلة ونكب المي. هلا مثلا سؤال، لما انا بسلق الحمص مثلا بدي اطبخ رز او اي شيء، في اشخاص بيعتمدوا على مية السلق بيحطوها بالرز، هذا الشيء خطأ ولا صح ولا كيف ممكن انا اتعامل الموضوع؟ هلا مثلا اذا كان الحمص اللي عندي اياه هو حمص مجفف فانا مسبقا بدي يكون ناقعته قبل بيوم صحيح. فانا بتخلص من ماء النقع وبعدين بغير المي وهي حتى اذا مثلا بدي انقع لمده مثلا اطول من 12 ساعه فلازم حتى اغير المي لحتى اتجنب عمليات التخمر او انه انتاش للبذور. يعني المفروض انا اغير المي كل فتره انا منشان فيني انا استفاد من ميه السلق، خليني اقول ايه تمام هي انه لازم اتخلص من ماء النقع هو تم غسله بعدين نقعه التخلص من ماء النقع بعدين فيني استخدم ميه السلق. فعلا شكرا كثير لك دكتوره نوره جمال، دكتوره بالهندسه الزراعيه اختصاص تغذيه، شكرا كثير على كل المعلومات القيمه. بدنا هيك منك كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا كرمال يعني هاي المادة أو هاي الفئة الغذائية يهتموا فيها زيادة. هلأ بتوصي منظمة الأغذية أنه يتم تناول 4-5 حصص أسبوعيا من البقوليات، حتى لاحظوا أنه الأشخاص اللي بتنخفض استهلاكهم للبقوليات على حصة واحدة بالأسبوع أنه عندهم مشاكل صحية من ناحية ارتفاع الكوليسترول، وجود البقوليات بالنظام الغذائي بيساهم بالصحة، بس مثل ما حكينا وقت بدي حضر مثلا هذا النوع من البقوليات فأنا بدمج الوجبة الغذائية تمام. مع الحبوب مشان يتم الاستفادة بقدر أكبر من الناحية الغذائية. شكرا كثير لحضرتك على هذه المعلومات، نورتي صباحنا لليوم دكتورة نورة جمال، يعطيك ألف عافية. سلام يا رب. شكرا كثير لك. أنا تشرف.